أهلا بكم. في أجواء وطنية بهيجة عاشت العاصمة الرياض بالأمس فرحة وطنية في حفل مهيب، إذ احتفل أهالي المنطقة بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله مقاليد الحكم. هذا الاحتفال الذي يأتي أيضا تزامنا مع مرور 100 يوم من العطاء والبناء والمنجزات. وقد جددت الجموع الكبيرة التي ملأت أستاذة جامعة الملك سعود البيعة لخادم الحرمين الشريفين وسط تعبير عن الولاء والطاعة والتقدير والعرفان بجهوده تجاه دينه ووطنه وأمته. أحمد العبد الكريم يروي تفاصيل الاحتفال. احتفل أهالي منطقة الرياض مساء أمس الخميس بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية في حفل وطني كبير. في هذا اليوم ندعو له بالصحة والعافية والتوفيق، ولله ندعي له الليل والنهار. إن الله يشد أزره ويطول في عمره، ولي العهد ولي العهد. نسأل الله له التوفيق والسداد والإعانة إن شاء الله. ولي عهده ولي العهد. كل الشكر والتقدير لسيدي الملك سلمان بن عبد العزيز على احتضاني لنا وتشريفي هذا الحفل الكريم، وأنا أحد المنظمين من ذوي الإعاقة الحركية في هذا الحفل الكبير، وأسأل الله تعالى أن يعينه على ما قدم وسوف يقدم، وأسأل الله له التوفيق في دينه ودنياه وأن يوفقه في الدارين في الدنيا والآخرة. تم تنظيم هذا الحفل للتعبير عن حب أهالي مدينة الرياض للملك سلمان وإعلان وفائهم وإخلاصهم له. أقول لها شكرا ملك الوفاء، شكرا ملك الحزم، أعطى الله في عمرك على طاعة والتوفيق إن شاء الله. هذا عهد الرخاء وعهد النماء، والدنا وقائدنا الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ثم ولي عهده الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، وكذلك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نبارك لهم ونجدد لهم الولاء والبيعة. نهني أنفسنا بهذا القائد العظيم خادم الحرمين الشريفين، الله يحفظه ويطول عمره أبو فهد، ونبايعه على السمع والطاعة وفي المنشط والمكره. وقد بايعناه على السمع والطاعة، وبايعنا الأمير محمد بن نايف ولي العهد، ومحمد بن سلمان ولي العهد على السمع والطاعة. أشكره والله يعطيه العافية ويطول في عمره إن شاء الله يا رب، ويديم لنا إن شاء الله ويديم عز علينا يا رب. هنا من ملعب جامعة الملك سعود بايع أبناء مدينة الرياض الملك سلمان يحفظه الله على السمع والطاعة. لبرنامج أخبار المملكة، أحمد العبد الكريم، الرياض.